شب راسي ودس ليا عبتي بينا يا دنيا غريتي قاع نفوس ونفوس كتغرد غياب شب راسي ودس ليا لعبتي بينا يا دنيا غريتي قاع نفوس ونفوس كتغرد غياب ما زال صابر قلبي عامر مش المعمول لا يا القدر وش المعمول ما زال صابر قلبي عامر وش المعمول إلى يا القدر وش المعمول آية غدا بينا شفت في زمن لك عمرني دنيت غنحصل شي حصه بحال هادي المختار حاش ما مفركش هادي كنت كنقول ملي نكبر غنخلي الشركه للدراري ونمشي نرجع نسافر انا والحاج الحاج راه خاصك نيت ترتاح دير غير في صحتك ياك شحال مره انا وياك كانت القضيه كتزير كتزير حتى كنقولوا الدنيا تسدات كيجيب الله الفرج ونعم بالله مختار بغيت نسولك دابا انا ملزوم عليا نخلي الشركه اما لهشام اما لخليل في نظرك انت والله ما عرفت اش نقول لك الحاج خالد تبارك الله عليه ناضج وواعي ولكن ماشي الدومين ديالو وهشام راه بدا كيتعلم الحرفه واخا شويه طايش انا ما بغيت نزوم بحال وما بغيتهمش يضربوا من ورايا علاش بديت كنفكر في واحد الحل اللي هو الحاج نبيع كلشي الشركه الاملاك كلشي ونعطي لكل واحد حقه شرعا شكرا يا بنتي شكرا الحاج البيع هو اسهل حاجه ولكن ما فكرتش في العائلات ديال الناس اللي خدامين معانا راه المئات الحاج الحاج ياك لاباس حس براسي عيان خاصني نمشي للدار نرتاح هي الا درتيها دابا قبل ما ننسى صيفط لي مع يونس هذوك التواصل السينما ورجعهم ليك الحاج فكر في صحتك انسى الخدمه شويه واش باغي تنساش هاد الخدمه هادي جبتي لي القهوه ديالي لا ديتها للحاج لقيتيه بوحدو مع صاحبك السي الحاج مختار ايوا كاين شي خبر شحال تخلص انت عارفه كل شي ديالك الحاج ما كيفكر يبيع الشركه هادشي واش سمعتي ولا قالك شي واحد واش كتشك في القدره تاولي سمعتها بودنية من فم الحاج شخصيا هذا مالو حماق ولا مالو شتي علاش قلت لك كان عندي الحق فاش فكرت نحجر عليه
شويه اللي سمعنا شي واحد. اللي بغى يسمع يسمع، هذا راه ولا كيخربق وكيخرف. السيد راه من حقه يبيع الشركه ديالو. حقي انا فين هو؟ ها شحال من عام هادي وانا كنخبط في هاد الشركه وهزها باش يجي واحد في الاخر يديها. الله خليته يبيع. امشي نجيب القهوه ديالك. جيبي جوج. علاش جوج؟ هاديك علاش غتعرفها من بعد. الحاجه غتبقي ساهيه في داك التصاور. كنشوف ليام غدا وكتجري. هما كيكبروا وحنا كنشوفو. هما كيكبروا وكتكثر مشاكلهم. ايوا الله يحد الباس الحاجه. انت كتشوفي عائشه من قبل وانا كنعيط على بنت الزين ما كتجاوبنيش. عاودي عيطي الحاجه يمكن الريزو. بنت ليا مقلقه وقالت لي غادي نمشي شي بلاصه اللي ما يعرفني فيها حتى واحد. عندك دير شي حاجه في راسها. لا واه الحاجه زينب بنت مرزنه يمكن بغات تمشي ترتاح. ماما الفاش ليها بنتي ديما كنتصل بها وكتجاوبني الا هاد المره. ما تخلعيش الحاجه. نقول الحاج الله يعطيك الستر لا بغيتي تهضر مع ولادك وزن كلامك. هو ملي كيتقلق يقولها هي فم. وبنتي مسكينه ما عندها زهر وتا هي كتقلق على سمو. الدراري هما هادوك الحاج وزيدوا الحاج ما قالت كلمه العيب. لا بغى لي مهم مصلحتهم الحاجه. يا ربي تسمعني خبر الخير على بنيتي وتصوم. امين امين يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي. سي هشام. ايوا ديالك. شنو هو بغيتيني نشربهم بجوج بوحدي؟ انا مابقيتش كنشرب قهوه. ومنين متاج؟ من دابا نيت. واخا. ماما انا غير جايب لك واحد الخبر جديده. الوالد ديالك الوالد ديالك باغي يبيع الشركه وكيتشاور مع الحاج المختار. واش سمعتيني؟ الحاج باغي يبيع الشركه وكيتشاور مع صاحبه. عندي ما يدير الله يعاونك. ها انا نخليك تخدم. اه باقيش من اخرى تجيب لي القهوه سمعتي؟ اه قول لي هنضر البوليس لقاو الطوموبيلات ديالك ولا مازال؟ ما نعرف. شويه الكول ديال شويه الكاميرا نهزك عطيني الله يحفظك. اش جاب كول ديال هاد السيكتور؟ كريساوني طبوني تعبتوا لي ولاد الحرام. واش هكا ولدي ماشي ديال هاد السيكتور؟ عيط لي الله يحفظك لومبيلونس. هو الاول ولدي هو الاول. شي قهيوه؟ نو ميرسي وحرا شرب جوج. بالصحة والراحة سيدي. فاش كتخمم؟ خاص ولاد الحاج يشدوا معايا الطريق. وإلا ما بغاوش؟ إلا ما بغاوش بالخاطر غادي تكون بزز. كاع ما قلتي لي شنو درتي مع هشام قبيلة؟ هذاك راسو قاس أكثر من باه. خصني نلقى عليه شي حاجة نشدو منها. بحالاش؟ شتي ملي حاط طوموبيلتو في الكراج سيغمون داير بها شي فضيحه. وشنو زعما يقدر يكون داير؟ هو الجواب غادي يكون في التليفون ديالو وانا خاصني نطيح عليه باي طريقه. عيطي لماريا. واش فكرك في ماريا؟ غير عيطي لها وديري مع صحاباتك الاخرين حتى هما رونديفو ديال الغدا في الباشا من بعد نقول لك. افوا زاخطر.
شو بغيتي عاوتاني؟ واش بغيتي الحاج يعاود يثيق فيك من جديد؟ بغيتي فريمون السوار ديال الشركه يكونوا في يديك ودير فيها ما بغيتي؟ يا ولا خاصك دير شي حاجه اللي تعجبو تبين ليه بلي انت اللي تستحق الكرسي ديال المدير. دابا قول لي شنو بغيتي واجيني من الاخر. بغيت نعرفك على شي ناس. شكون هما هاد الناس؟ هاد الناس اسيدي عندهم واحد الارض في موقع واعر بزاف. انا كنت كنيغوسي معاهم صافي لونطون على هاد الارض هادي. ولا بغيتي نخليو الحاج يعرف باللي انت اللي مراد لافير. واعتبرها سيدي عربون ديال صفحه جديده بيني وبينك. واخا. ولا بغينا نشوفوا هاد الناس فوقاش ممكن نشوفوهم؟ من اليوم. معاش بغيتينا نشوفوهم؟ اعطيني غير رجع للدار كونفيرمي معاهم ونعيط لك. بلا لعب. هاد المره هادي راه ما غنرحمكش. قومي. واش دابا انتي لهاتك هاي ولا انا اللي مدقدق بها؟ واش تخليني ندخل للكوزينه وتهرب كريم؟ ها؟ شوف النتيجه كنتي غتموت. عادي وتشوف ما بقاش نعاود. انا غير عاود نيت. مالك عاوتاني؟ داك دكو عصا. شكون هو؟ هذوك صحابو الزوينين. شوف انت الا عاود نشوفك في هاد الحاله ما انت خويا ما انا كنعرفك. واش هذا بيتي؟ بيتي يا خالد. خاصك تدخل للمركز باش تعالج من الادمان. لا لا سي با لا بين بلاش. وي الحاجه ما كنسمعكش مزيان. واخا واخا انا جاي. سمعتي انت؟ ما نعاودش معاك الهضره. ردي مع البال. صافي ما تخافش هاد المره غنربطو من يدي ورجلي. فين هو هاد السيد دابا؟ يصبر شويه صاحبي ما تبقاش مستريسي. ها هو غادي يبان. احمد واش انت متاكد من هاد لافير هادي؟ 1000%. انت ما كتعرفنيش. تشرب شي حاجه من بعد غادي نشرب خلي بعد احتياجات السيد هذا ونشوفو. ها هو سي مبروك. اهلا وسهلا. كلشي مزيان؟ لاباس الحمد لله. هذا السي هشام عمار اللي قلت لك عليه. مرحبا بالسي هشام. مبروك. مرحبا. تشرفين. ايوا واقيلا نعيطوا على الغدا. ما فهمتو لو ما درتك قبيله ياك لاباس. اختك زينبه ولدي ما كتجاوبنيش في التليفون. هادشي علاش معيطه ليا؟ راه ما كتجاوب لا في البورطابل ديالها ولا في التليفون ديال الدار. فين كاين المشكل؟ فين كاين المشكل؟ سمعني يا ولدي راه ما مولفاش ليها ومعمرها دارتها. ما عندها فين تمشي دابا تبان. عافاك وليدي لما قلب عليها. الوالده زينب ما بقاتش صغيره ما عندك علاش تخافي عليها. الله يعطيك الرضا لما دير لي خاطري وقلب على اختك. واخا انا غندير جهدي. الله يعطيك الرضا وليدي بالحق راه ما نبغيش الحاج يسمعها. راه قبيله نيت مسكين جا من الخدمه عيان. ما عرفش الحاج علاش ما بغاش يداوى. وشنو وليدي عندي ما ندير ليه؟ الله يهديه. اوليدي خالد راه تا خوك كريم حتى هو
راه ما سقطت عليه خبار وشحال هادي وليدي ما كيجاوبني حتى في التليفون. كريم سافر مع صحابه، انا مره كنعيط له. ما قالها ليا، ما تشاور معايا، ما علمني. راك عارف الحاجه، راه حتى هو مازال مأثر من المرض ديال باه، وعنده الخاطر غير باش يسافر ويفوج. الوالده ديها في راسك شي شويه، ديها في الحاج وديها في صحتك. اما ولادك راهم كبروا قادين بريوسهم، وزينب انا غادي نقلب عليها ونجيبها لعندك. الله يعطيك الرضا وليدي. وين مراد؟ ما شفتيش زينب؟ لا ما شفتهاش. واش ما كاينش عندكم في لابارتمون؟ لا كنت فاست معها بوحدي. ما اتصلتش بيك؟ لا. يلا واخا، يلا سلامة. خالد لاباس؟ يونس صافا، كيف بقيتي؟ الحمد لله. شفتك ماشي والو، كيك لاباس؟ راك عارف من المشكل مشكل، انت ماشي براني على فامي. زينب خرجت ما عرفناش فين مشات. كيفاش؟ راجلها باغي يطلقها، الحاج غوت عليها، غضبات سدت تليفونها. يمكن عرفتها فين مشات. فين؟ البحر. كانت قالت لي بلي راه كتمشي للشالي اللي حدا البحر باش تنسى المشاكل اللي عندها مع راجلها. شكرا بزاف يونس، لا لا خطيك. يمكن لي نمشي معاك؟ بيان سور بيان سور، يلا 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 يلا. وانا ديجا قلت لكم الثمن سيدي احمد. واخا عرفتي اش غادي نديرو، حنا غادي نتشاوروا من بعد نتصلوا بك باش ما كان. يلا نخليكم. نعم الله يعاونك. شكرا. ودابا انت عارف هو بشحال باغي يبيع وما يطلع فوق هادشي، ترى طالب السما تخيلها. انا قلت زعما راه انت غادي تقدر تقنعو. اش غنقنع فيه السيد؟ راه كاين الفرق بيننا وبينو ديال 11 مليون ديال الدرهم. واش عرفتي شنو هي 11 مليون درهم؟ هشام ماريا تي با بغي وماشي صلاة. صافا الحمد لله. توفا بيان؟ صافا إيكوا؟ صافا بليزير توفا. موا أوسي. صافا لونتون. أه وي. إيبا. عرفتي شكون معايا اليوم؟ شكون معاك؟ تتغابيل دو نرجيس. نرجيس؟ أه وي نرجيس بيان سور. وعرفتي سي لوكازيون ديك تشوفها اليوم معايا. هشام أنا غادي ندوز من بعد نتعيطوا. أوكي. نرجيس. طبعا هادشي صافا؟ توفا بيان؟ كلشي بخير؟ بخير. ايبا كيف بليزير تو فوا باخي والله الا نهار كبير هذا. جميتي تي واش هو ولا لا؟ واه سبحان الله عرفتي راه صافي لونتون. من السبيطار جينا عندك ديريكت. اه وريني ديك الشهاده الطبيه اللي عطاكم الطبيب. ها هي. شنو تفر لكم الطوموبيل؟ ماشي شي حاجه بزاف، اوراق ديال الطوموبيل وشي صرف كان فيها كاع ما عقلت عليك. وهذا اللي جلس تعقل على وجهه؟ بصراحه لا، خفلني جاني من الورقه ما شفت ليه في وجهه كاع كيفاش داير. بغيتك تشرح لي حاجه واحده، شنو مشيتي دير تما؟ انت كتسكن بعيد من داك الحي، واش كتعرف شي حد تما؟ واش كيبان لكم بنادم معطوب اصاحبي وطونوبيلته تفراج وكتسولوا هاد الاسئله؟ حشومه والله الا حشومه بالله. خاصنا نعرفوا اشنو مشيتي دير تما. مشيت كنعاون الناس الفقراء وفي سبيل الله كندور معاهم.
زينب كل ما كانش يونس ما غاديش نعرفك هنا. ملي كنحس براسي تخنقت كنجي لهنايا. بصراحة بلاصة زوينة. مرة مرخت أنا خصني نديرها. قولي ليا شنو وقع؟ ما كنتش باغا نزيد على بابا وماما. بارك عليهم غير اللي فيهم يكفيهم. زينب ما تقوليش هاد الهضرة. ملي مراد بغا يطلقني تلفت. وفي الحقيقة أنا تصدمت في هذيك خينا. بحال هزيتي راجل وحطيتي راجل. ماشي نبيلة كنت كندير لي فوسكوش. أي كوبل في العالم ممكن يوقع له بحال هادشي. غير هو خسر الراجل يكون متفاهم ويقدر بحال هاد الحوايج. هادشي اللي كتب عليا الله. ما عنديش ما ندير. زينب كيف ما بغا يكون الحال انت راك اختنا ما عمرنا غادي نتخلاو عليك. عارفه لا لا يخطيكم عليا. يلا الله يخليك التليفون ديالي خليته هنايا. مشيت غير لطخو الطابل رجعت ما لقيتوش. لا سيدي جي دابا غاسير الطابل ما كانش فيه التليفون. ما يمكنش التليفون ديالي خليته هنا. لا غير حاول تفكر مزيان تقدر تكون نسيتي في البلاصه. راه مفكر مزيان وتنعرف اش تنقول. التليفون ديالي قلت لك خليته هنا فوق الطابله. نورمالمون خصني نرجع نلقاه هنا فوق الطابله. سيدي راه كتغوت انت راه في مكان محترم. هذا المكان محترم راه خصني نلقى فيه التليفون ديالي الله يرحم باك. عرفتي شنو دير؟ عيط لخويا اللوجيره. واخا سيدي. جربتي لادا دنيسونس؟ جربت لادا دنيسونس النيميرو ديال لاكارت. قال النوامر الممكنه درتها. عرفتي عصبني غادي نلوحهم باش ترجم. بلا ما تعصب راسك. عرفتي شنو غادي دير؟ انا كنعرف واحد السيد عنده معاه شي ديال التليفونات يقدر يلقى لينا الحل. ايمان حنا راه كنلعبوا بالعافيه واش هاد السيد ثقه؟ انا غادي نوقف عليه حتى يحل التليفون وغنجيبو لك حتى لعند. كون هان وقفي عليه وتجيبيه ليا بالزربه. كرفستكم معايا هاد المره. غير هاد المره ما تزيديش فيه. حسبهم ليك. لا لا صافي خويا عتي. عمر خالد هضر معايا بالطريقه. ايوا خالد عيا ما يوصي ويعاود. انت اللي راسك قاصح. راسي قاصح بحال كاع خوتي. خرجنا كنجيبو البابا. مسكينه ماما حتى واحد ما خرج كيش بالها ظريف وحنين. فكرتيني خصك ضروري تعيط للحاجه راه كنمشوش عليك. واخا دابا نعيط لها. لا راه خصك ضروري تعيط عليها. خالد كيوصي ويعاود. واخا دابا نعيط لها ما مشارجيش. باز عيط للحاجه بركه متنوعير. واخا عيط لها بركه متنوعير. واه شحال مرته؟